أدركت مدى حرص الأسرة على إن أنا الأطفال وطلعها القصة للنور لما رحت هناك فعليا. تخيل البنت الصغيرة أصغر واحدة فيهم بتقول هو أنا لو رجعت قطاع غزة، لو رجعت غزة هيعلموني هناك بعد الحرب ما تخلص. يبدو أنه حكم على الفلسطيني أن يشقى أينما حل، فسواء كان مقيماً في وطنه أو لاجئاً في بلد آخر، ستواجهه صعاب ومتاعب وتعقيدات تحرمه هو وعائلته حقوقهم الأساسية. تحقيق أنتجته أريج هذا العام للصحفي المصري إيهاب زيدان يلقي الضوء على معاناة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، غير القادرين حتى على تعليم أبنائهم أو استخراج شريحة موبايل. في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست أريج نستكشف جوانب إنتاج هذا التحقيق، ونتعرف على رحلة إيهاب زيدان في صناعة التحقيقات الاستقصائية والتركيز على موضوع الهجرة. أنا سامي عايش، مديرة التواصل في أريج، وهذه حلقة جديدة من بودكاست أريج. أريج بودكاست. إذن مرحبا جميعا وأهلا بكم بحلقة جديدة من بودكاست أريج. فأنا كتير سعيد اليوم يكون معي في هذه الحلقة الصحفي المصري إيهاب زيدان. مرحبا إيهاب. أهلا وسهلا بك يا سامية، وأهلا بكل المستمعين الكرام من جمهور أريج في كل الوطن العربي والعالم. جاهز إيهاب لمجموعة من الأسئلة ولحوار شيق نتحدث فيه عن شغلك وتحقيقاتك ونحكي عنك أكثر؟ أكيد طبعاً، فرصة سعيدة وجاهز ومتحمس جداً ليه. أكيد أكيد. طيب يمكن أنا إيهاب يعني سأبدأ من الجديد، يعني بدي أبدأ بالحديث عن تحقيقك الأخير اللي أنجزته مؤخراً مع أريج، والذي يتحدث عن الفلسطينيين السوريين في مصر. فبداية إذا بدي أسألك، من أين أتت الفكرة؟ يعني كيف بدأت بالعمل على هذا التحقيق؟ طبعا سامية، أنا متخصص في ملف الهجرة واللجوء من 2017، فعندي علاقات كتيرة مع الجاليات الموجودة في مصر تحديدا باختلاف أوضاعهم وجنسياتهم. فظهرت قدامي مشكلة الإقامة اللي بيجوها الفلسطينيين حامل الوثائق السورية في مصر. باختصار، الفلسطينيين حامل الوثائق السورية هم الفلسطينيين اللي نزحوا من فلسطين إلى سوريا بعد النكبة وما تلاها، وكانوا هناك بيتعاملوا معاملة المواطن السوري ليه كل الحقوق كل الواجبات. وبعد ما قامت الحرب في سوريا هم اضطروا ان هم يسافروا على كذا دولة، منهم دول محيطة وكان منهم مصر. فنسبة كبيرة جدا من الفلسطينيين السوريين اللي وصلوا مصر بدأوا يواجهوا مشاكل في الحصول على الإقامة بعد 2013 و2015 و2017. الحقيقة قرار الحرمان من الإقامة هو قرار شفوي مش مكتوب، فبالتالي لا يجوز الطعن عليه أمام جهات الرسمية. يعني في انتقائية كمان في إعطاء حق الإقامة لبعضهم، يعني في أسر بتاخد والغالبية العظمى مش بتعرف تحصل على حق الإقامة. ده طبعا بيعرضهم لحرمانهم من جملة كبيرة جدا من الحقوق والاحتياجات الأساسية بتاعتهم. يعني هم محرومين مثلا من هم يشتغلوا، محرومين من هم يحصلوا على خدمات التعليم، محرومين ان هم يحصلوا على خدمات الصحه. يعني لو حد فيهم اتعرض لطلاق صحي مش هيعرف يحصل على اي خدمه طبيه. كمان محرومين من الخدمات الحكوميه، اي جهه حكوميه، اي حد، اي لاجئ بيدخل لها بيطلب قبل ما اي حاجه بيقول اديني الجواز والباسبور واديني الاقامه بتاعتك، والاقامه لو مش ساريه مش هيعرف ينفذ له اي خدمه. محرومين من ان هو كمان يفتحوا حسابات بنكيه، محرومين ان هم يفتحوا اي يتعاملوا اي معامله ماليه، لان هو حتى تغيير العمله نفسها محرومين منه. ان هو ان دخل اي بنك عشان يعمل اي معامله او يستقبل حواله او يفتح حساب، الباسبور والاقامه، الاقامه مش ساريه مش هيعرف يقدم له خدمه. نفس القصه لو هيستقبل حواله، ان دخل صرافه او دخل بنك عشان يغير عمله من عمله للجنيه المصري او العكس، اول حاجه برضه بيسال عنها الاقامه، ولازم تكون الاقامه ساريه. لو الاقامه مش ساريه مش هيقدر يقدم له الخدمه دي، لان قوانين البلد بتنص على كده، اي اجنبي لازم تقدم له خدمه لازم يكون الباسبور والاقامه بتاعته سريه. لو حد فيهم متعرض لطلاق صحي، اي طارئ عمل حادثه في الشارع، اي تعرض صحي مفاجئ، مش هيعرف يحصل على الخدمات الحكوميه، مش هيعرف يحصل على العلاج او الخدمات الطوارئ الصحيه من اي مستشفى حكومي. فما بيكونش قدامه غير المستشفيات والمراكز الخاصه، ودي بتكون تكلفتها عاليه جدا في ظل ان هم اصلا بيواجهوا مشاكل في العمل
فبالتالي مش هيعرفوا ان هم يعالجوا نفسهم في المراكز الخاصه بسبب ارتفاع التكاليف. كمان مش هيعرفوا ان هم ياخدوا اي خدمه قانونيه او استشارات قانونيه او دفاع او خلافه، لان هم مش هيعرف يوكل المحامي عشان يترفع عنه في اي قضيه. لو واحد فيهم تعرض للتحرش او محاولة سرقة أو لتهديد أو خلافه، مش هيعرف يدخل قسم شرطة يبلغ، لأن هو هنا في الحالة دي هيتحول من مجني عليه الجاني. أنا عندي حالتين قابلناهم وتطرقنا ليهم في التحقيق، على يعني كان في حالة باستفاضة وحالة تانية على باختصار كده. كانت حالة وحد فيهم تعرض للضرب، يعني حصلت مشكلة والجيران اعتادوا عليه، ما قدرش إن هو يروح يبقى قسم شرطة. حالة تانية كان شخص تاني اتعرض، بنته اتعرض لمحاولة اختطاف، ومراته اتعرضت لمحاولة تحرش، الواقعتين منفصلتين، وفي كلا الواقعتين هو ما قدرش برضه يبلغ اسم الشرطة بالحالتين. يعني تخيلي مراته اتعرضت لتحرش وبنته هتختطف خلاص منه، فمش قادر يروح اسم الشرطة يبلغ أو يتصل بالنجدة عشان يبلغ، لأن هو هنا هيتحول من مجني عليه الجاني بسبب الإقامة. فتخيلي كمية المعاناة والوضع اللي هم عايشين فيه، يعني هم كأنهم عايشين خارج الحياة، يعني على هامش الحياة كمان. فوق ده كله هو محرومين أصلا من هم من حق التواصل، يعني هم إن هم يعرفوا يستخرجوا شريحة موبايل علشان يتكلموا بيها، يتواصلوا بينها وبين بعضهم، او يفتحوا انترنت يتواصلوا مع اهاليهم في دول الشتات. دي تقريبا شبه مستحيله، لان هو عشان يروح يشتري خط تليفون او خط محمول او سيم كارد، هو محتاج باسبور ساري واقامه ساريه، اقامه غير ساريه، فبالتالي مش عارف يشتري اصلا خط محمول، فبيلجأوا لحلول تانيه، يعني ان هم يشتروا باسماء ناس تانيه مصريين او خلافه. وناس منهم بتقول ان هم بيشتروا يعني بمبالغ، يعني عشان يعرفوا يتواصلوا بينهم وبينهم. فده ابسط حق من حقوق الانسان. يعني كمان يعني ارمان جيل كامل من الاطفال الفلسطينيين السوريين في مصر من التعليم، ده بيهدد بخروج جيل الامي، ده برضو بتكون نتائجه سلبيه وكبيره وعميقه، كمان عميقه الاثر على في الاجيال الجايه في المستقبل. تخيل احنا في عصر التكنولوجيا وخلافه في ناس هتكون اميه قراءه وكتابه، فده مشاكله برضه مشكلة عويصة جدا. انت تخيلي ان انت هتطلعي جيل، يعني الحق في التعليم نفسه، الحق في التعليم الاساسي ده منصوص عليه في كل الاتفاقيات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، اتفاقيات الهجرة، اتفاقيات اللاجئين، اتفاقيات حقوق الطفل، كلها بتنص على حق الاطفال والتلاميذ في التعليم الاساسي. فانت مهددة بان انت تطلعي جيل كامل أمي، وتخيلي إن ده هيأثر عليهم إزاي في الحصول على حقوق في المستقبل. القصة كانت يعني فكرة القصة معايا من فترة طويلة الحقيقة، لكن استثارت في ذهني مرة تانية من بعد الحرب على غزة، بعد الحرب الطويلة على غزة، والمناداة بإن في بتهجير الفلسطينيين او في الضفه بتاع غزه في مصر، ده بيهدد ان الاسر كمان اللي ممكن تيجي هتلاقوا نفس المصير، اللي هو الحرمان من الاقامه وبالتالي الحرمان من جمله كبيره من الخدمات. فعشان كده كان ضروري ولازم ان احنا نشتغل القصه في الوقت ده. وبصراحه لما عرضتها على فريق تحرير، هيئه تحرير في قريش، رحبوا جدا بيها واشتغلنا وتعدينا صعوبات كتير. يعني تخيل مثلا ان احنا بنتكلم عن فئه ما فيش حد، لا جهة ولا منظمة ولا حتى مراكز بحثية عندها إلمام بعاداتهم أو بحالاتهم أو بأوضاعهم. إحنا رسمنا عدد كبير جدا من المراكز المتخصصة والجهات المختصة، سواء أونروا أو مفوض شؤون اللاجئين أو خلافه، عن طلبنا منهم بيانات حوالينهم. محدش عنده بيانات ومحدش عنده داتا. إحنا تمكنا الحمد لله بدعم من قريش إن إحنا نعمل قاعدة بيانات ليهم، والمشاكل طبيعتها وأوضاعها وأبعادها إيه بالظبط. طيب وإيهاب، يعني هذا الوضع يعاني منه فقط اللاجئين الفلسطينيين السوريين بمصر، ولا هو حالة عامة يعاني منها اللاجئ بمصر بشكل عام؟ لا بصي، في طبعا هي عشان نقول حالة عامة، ففي في حالات عامة، لكن بيكون المشكلة عند اللاجئين نفسهم مش عند الادارات الحكوميه، او مش عند اداره الجوازات والهجره، لكن الهوائيه في منح الاقامات لفئه بعينها على نطاق واسع، دي رصدناها فقط فيما يتعلق باللاجئين بالفلسطينيين حامل الوثائق السوريه فقط. يعني يعني حتى الفلسطينيين المصريين نفسهم او الفلسطينيين اللي عايشين في مصر من قبل الحرب السوريه، لا اوضاعهم افضل نوعا ما من الفلسطينيين السوريين.
يمكن كمان بدي أرجع للنقطة اللي حكيت فيها، وهي فكرة إنه يمكن أنا لما قرأت التحقيق اللي طبعا أكيد هو تحقيق منشور على موقع أريج وأكيد بنشجع الجميع على قراءته، هي فكرة الأطفال، يعني هؤلاء الأطفال اللي أنت حتى هيك رسمت في التحقيق، يعني طبعا صورة بخيالي لن أنساها أبدا، وهي صورة البنات اللي بيشوفوا أصحابهم وهم رايحين على المدرسة وليس بمقدورهم أن يذهبوا إلى المدرسة، ونفس الشيء بطريق العودة لما كمان بيشوفوا جيرانهم وأصحابهم وهم راجعين من المدرسة يحملون حقائبهم وهم غير قادرين على القيام بذلك. فبالتالي بدي أسألك عن فكرة أيضا، أنت كصحفي تتعامل مع بعض الحالات اللي هم أطفال، كيف تستعد؟ كيف يعني كيف تتحضر لهذه المقابلات، لهذه اللقاءات؟ كيف يكون التعامل مع الطفل في مثل هذه التحقيقات؟ انا عايز اقول لك انا بشتغل صحافه وبعمل مقابلات من سنين طويله. اصعبها المقابلات مع الاطفال، ودي تاتي في المرحله الاولى، بعدها على طول المقابلات مع الضحايا والناجين من العنف او حالات التعديات الكبيره. يعني جهزنا طبعا للقاء مع الاطفال. انا الاول عملت مكالمه مع الاطفال، مع طفله منهم الاكبر بعد استئذان والدها، ولما حبينا نعمل لقاء معهم في البيت طبعا رتبت اللقاء، استأذنت الأب وقلت له اتأكد، اسأل الأطفال نفسهم موافقين ولا لأ، واسأل الأم واستشيروا بعض كويس وردوا عليا لو في مانع أنا ما عنديش أي مشكلة. فهم يعني رحبوا طبعا بسبب مدى ولما رحت هناك بصراحة وقابلت الأطفال عرفت مدى العقبة ومدى الصعوبات اللي بتواجهها الأسرة في موضوع التعليم تحديدا. أب جه من سوريا على مصر معاه طفلتين مولودين هناك، البنت الثالثة اتولدت هنا في مصر. البنت الثالثة تحديدا تخيلي إن هو الأب والأسرة ما عرفتش تستخرج شهادة ميلاد للطفلة إلا بعد 6 سنين، واو يعني طفلة اتولدت 6 سنين بدون ورق، الأب خايف يروح يستخرج ورق يتم القبض عليه. لولا الأم اتشجعت وراحت هي استخرجت الورق بتاعها، هي برضه الأم نفس القصة فلسطينية سورية، لكن هي اتشجعت وقالت يعني مستقبل البنت أهم من البنت تكون معاها ورق دي أهم. فأنا أدركت مدى حرص الأسرة على إن أنا الأطفال وأطلع القصة للنور لما رحت هناك فعليا. أنت تخيل البنت الصغيرة أصغر واحدة فيهم بتقول هو أنا لو رجعت قطاع غزة، لو رجعت غزة هيعلموني هناك بعد الحرب ما تخلص. يعني البنت بتتمنى إن هي ترجع غزة علشان تعرف تتعلم. انا وانا بتكلم مع البنات لا اراديا عيطوا، يعني حتى توقفت انا في يعني حالة اعدي الموضوع عشان كمان الموضوع ما ياثرش على الام خلال المقابله. فالموضوع فعلا سايب فيهم جرح كبير وعميق، عامل لهم مشكله. يعني الام تحديدا بتقول يعني انا كنت متخيله اولادي هيصيروا حاجه في المستقبل، متاكده من ده، طول عمري بحلم بده، وأولادي شاطرين وعارفين، بس تخيل إن الظروف والواقع بيحرمهم من إن هم ياخدوا أبسط حق من هو، فنعمل إيه؟ مش عارفين يعملوا إيه؟ فنرجع تاني لنقطة التجهيز. طبعا إحنا استأذنت الأب والأم وتأكدت إن هم موافقين ما عندهمش مشاكل. حضرت حاجتي لأن إحنا كنا هنعمل مقابلة فويس وهناخد بعض اللقطات والصور، فهخلل التصوير حرص إن أنا مثلا ما أظهرش تفاصيل الوشوش بشكل بحيث ان محدش يعرف تعرف على هويته، لان دي ممكن تكون تسبب ازمه للاطفال لما يكبروا. حتى الطفل لو وافق دلوقتي في سنه صغير ان هو يظهر بصورته ممكن مستقبلا ده ياثر عليه في بعض الحالات. يعني كمان حتى قرار اخفاء هويه الاسره نفسها ده كان قرارنا احنا انا كصحفي وهيئه التحرير في اريج، علشان الاسره نفسها او الاسره اللي حكينا عنها ما تتعرضش لمضايقات لاحقا، وان كان ما فيش خطر فعليا كان عليهم، لكن احنا يعني فضلنا ان احنا نخفي الهويه اعمالا حق الامان مستقبلا. يعني كمان يعني صورنا معهم في وقت هم وقت في منتصف اليوم، كانوا الاطفال فايقين بشكل كويس مدركين، كانوا هم كمان منتظريننا، حبوا حتى ان هم في النقاش ما حاولناش ان احنا انا اضغط عليهم في الكلام بحيث ان انا اسير العواطف عندهم او ان انا اطلع منهم
اللي هو بنسميها ابتزازهم عاطفيا عشان اطلع مشاعر اللي فيهم. كمان ما حاولتش ان انا اذكر اتطرق للطبيعات وللصعوبات والتاثير ده عليهم بشكل شخصي، لكن لا اراديا والله الاطفال طلعوا مشاعر انا صدمت بيها، وزي ما قلت هي كانت بتعكس قد كمية الأثر وكمية الجرح وكمية القهر اللي هم متعرضين له بسبب حرمان التعليم. إيهاب، على هذا التحقيق، هدفك الأساسي في الأثر الذي يمكن أن يتركه، ماذا كان تصورك لهذا الأثر؟ بصي، أول حاجة كانت إن في موجة تعاطف كبيرة مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية تحديدا من بعد أحداث 7 أكتوبر وبدء الحرب العدوان الإسرائيلي أو العدوان دولة الاحتلال الغاشم على القطاع. فكان في موجة تعاطف من الرأي العام تجاه القضية الفلسطينية، فأنا قلت إثارة القضية في الوقت ده هي أنسب فرصة لتحقيق الأثر والتحقيق إن هم يستردوا جزء من حقوقهم. فكان الهدف ان احنا في موجة تعاطف كبيرة مع القضية، اظهار الوجه المعاناة الكبيرة اللي بيتعرضوا له والمشاكل الكتيرة اللي بيتعرضوا لها في الوقت ده هيساعد في حل القضية. لكن انت تخيلي ان السفارة السورية مثلا كانت اكثر اهتماما من السفاره الفلسطينيه مع اوضاع السوريين الفلسطينيين في مصر، ونوعا ما طبعا انت عارفه ان احنا مش كل حاجه بنشتغل عليها بتطلع في التحقيق، مش كل حاجه بنكتشفها بتتقال، لان في بعض الاجزاء بينقصها توثيق الكفايه، في بعض الاجزاء بتكون قرينه لكن ما بتكونش دليل دامغ. لكن فعلا وضعهم كان صعب جدا، فكان لازم وانا يعني كنت متحمس او كنت حاطط امال كبيره ان اثاره القضيه في الوقت ده هيساعد في حلها بشكل كبير. لكن تخيل مثلا احنا فصلنا الأمور اللي هي وكاله التعاون الشرقي للفلسطينيين في الشرق الادنى، ما عندهاش اي بيانات، هي عندها مكتب في مصر لكن مكتب تمثيل مش مكتب عمليات، فبالتالي هم يكاد يكونوا موجودين بشكل صوري فقط. السفاره الفلسطينيه حالات كتيرة جدا، حتى منهم الحالة الرئيسية اللي هنتكلم عنها بيروحوا مرة واثنين وثلاثة. في حد منهم مثلا كممثل للجالية بيقول أنا قعدت مع السفير، اجتمعت مع السفير 10 مرات، مفيش حل، مفيش جدوى. إن شاء الله إن شاء الله. ويمكن كمان يعني بما إنه عم نحكي عن العمل من خلال التحقيقات وعن تحقيقاتك برضو اللي اشتغلتها إيهاب بصورة عامة، قبل هذا التحقيق أنت اشتغلت على تحقيق عن العمال، وأيضا هو تناول الجانب الإنساني وبعض القصص الإنسانية لهؤلاء العمال. العمل بين التحقيقين كيف اختلف، خصوصا انك التحقيق السابق ايضا عملته على جزئين، فبالتالي كان في عندك فرصة للاطلاع على قصص اكثر، لربما على تطور الوضع لدى العمال وما الى ذلك. فبالتالي العمل على التحقيقين كيف كان مختلفا، وين كمان كانت اوجه التشابه لربما؟ بصي، هي أوجه التشابه الكبيرة بين التحقيقات وبعضها هي الخطورة، سواء المدى التحديات الأمنية اللي ممكن تواجه الحالات في كلا التحقيقين أو كلا التحقيقات أو على المنتج التحقيق نفسه. الحالة الأولى كنا طبعا في التحقيق الأولاني كان عقود إذعان بشقين، كنا في الشق الأول بنتكلم عن شركة توريد العمالة وجودها في مصر بشكل مش بشكل رسمي، ولكن وجودها بتعمل في النور وبتراخيص وبوثائق رسمية، في ظل إن القانون المصري وقانون العمل المصري بيمنع وجود هذا النوع من الشركات. ده جزء. الجزء الثاني كمان ان حتى في ظل المنع ده الشركات نفسها بتهدر حقوق العمال وفقا للقانونيه، سواء النص على قانون العمل او باقي القوانين المكمله لقوانين الاجور والدخل والاستثمار والاقتصاد والقانون الاقتصادي بشكل عام. فطبعا الحفاظ على هويه المصدر، الحفاظ على اخفاء هويه المصدر والحفاظ على امنه وعلى سلامته كان نقطه محوريه في كلا التحقيقين. انا حتى في التحقيق الاخير احنا يعني طلبت طبعا ناقشت قصة إخفاء هوية الأسر
مع إدارة التحرير في أريج، والحمد لله يعني وصلنا لاتفاق حول النقطة دي. ما كانش في خطر، أو ما كانش يلوح لنا في الأفق إن في خطر أو في ضرر، لكن السلامة طبعا المستقبلية، وضع السلامة المستقبلية للأسر كان نقطة مهمة وفارقة لينا. فيما يتعلق بالشغل على التحقيقات، أنا نوعا ما بشتغل كل تحقيق كأنه مسألة حسابية. يعني مش عارف تعرف المعلومة دي ولا لأ، أنا خريج علوم فيزياء، فكانت دايما دراستي متركزة على الفيزياء وعلى الرياضيات، والفيزياء تحديدا أصلا قائمة بشكل رئيسي على الرياضيات. فأنا بحب جدا الرياضيات والمسائل الحسابية واللوغاريتمات وكده، فاعتمدت بشكل رئيسي كل تحقيق بشتغله أنا بخطط له ورقة وقلم، بمسك ورقة وقلم كده كأني بحل مسائل حسابية. الفرضية عندي إيه؟ بقسمها لأجزاء، إيه الوثائق اللي موجودة معايا، أو إيه الوثائق أو إيه المستند أو التوثيق اللي هثبت بيه كل جزء من الأجزاء الفرضية، إيه اللي متاح عندي، إيه اللي سهل، إيه اللي صعب، إيه التحدي. فيعني نوعا ما في كل التحقيقات اللي بنشتغلها بيكون فيها نوع من انواع التحديات الكبيره مش قليله. يعني في التحقيق الثاني الخاص بالجزء الثاني من تحقيق عقود اذعان، احنا اثبتت ان في 23 شركه مملوكها جزئيا او كليا الحكومه المصريه بتمارس نشاط توريد العماله، بل والحكومه كمان اثبتت نفسها انشات شركات لتوريد العماله، وتحديدا كان في قطاع البترول. فهي الحكومه نفسها الدستور بيخولها ان هي تحمي حقوق العمال، هي نفسها اللي بتنتهك حقوق العمال. فهنا كان في تحدي كبير برضو واجهناه، فالحمد لله برضو عرفت اتغلب عليه وعرفت اتجاوزه. في تحقيق الفلسطينيين كان التحدي الاكبر بالنسبه لها هو غياب البيانات، غياب الاحصائيات، توزيعاتهم. زي ما ذكرت سابقا احنا راسلنا مراكز بحثيه متخصصه في تغطيه قضايا الفلسطينيين حامل الوثائق السوريه حوالين العالم، ما عندهمش اي بيانات. اجدد دراسه موجوده كانت موجوده من 2003 واتعمل لها ابديت في شكل مقال صغير، كانت عملته دكتورة عروب العابد في 2008 تحديدا، وتواصلت معاها في بداية مرحلة البحث الأولي. قالت لي للأسف أنا آخر مرحلة اشتغلت عليهم كان 2003، ومن بعد كده ما اشتغلتش، ما عنديش داتا، ما عنديش تحديث. راسلنا أكتر من مركز حقوقي وبحثي، أنا حتى في مجموعة اسمها مجموعة العمل من أجل الفلسطيني سوريا، ما عندهمش داتا، ما عندهمش بيانات. الأونروا اللي هي المنظمة الأممية تابعة للأمم المتحدة المعنية متابعة أوضاع الفلسطينيين حوالين العالم، ومكتبها في مصر، ما عندهمش بيانات، ما عندهمش داتا. احنا رسلنا ورحت كمان عملت معاهم مقابلات فيس تو فيس، يعني قابلت هناك المسؤول من هناك، ما عندهمش بيانات، ما عندهمش داتا. نفس القصه بالمفوضيه، نفس القصه بكل الجهات الامميه او المنظمات الاغاثه الدوليه. يعني في الهلال الاحمر والصليب، الهلال الاحمر كان برضو متواصل معاهم، طلبنا منه بيانات، ما عندهوش للاسف. نفس القصه منظمات الان جي او سواء دولية أو محلية، محدش فيهم عنده أي داتا أو تفاصيل. فاحنا تمكنا إن احنا نبني قاعدة بيانات للأسر بشكل عام، وللأسر تحديدا اللي بتعاني من حرمان أطفالها وتلاميذها من التعليم الأساسي بشكل نظامي في مصر. فيعني كانت التحديات كتيرة في كلا الموضوع، ما فيش تحقيق استقصائي بدون تحديات، لكن الفكرة إن احنا إزاي نوصل ده وإزاي نثبت ده بشكل علمي، بشكل سليم، بشكل أخلاقي، بشكل مهني، ما فيهوش تجاوزات، ما فيهوش تعدي على أخلاق ومواثيق العمل الصحفي. يعني أنا عم بسمعك إيهاب وعم بفكر بالصحفيين الجداد اللي كتير مهم إنهم يسمعوا هاي الحلقة، لأنه يعني الكثير من هاي النصائح هي بتيجي عن خبرة. فبالتالي كل ما حكيته عن موضوع المصادر، موضوع اللقاءات، موضوع حتى يعني إجراء المقابلات مع الضحايا أو مع الأطفال، التحضير وما إلى ذلك، أعتقد إنه نصائح كتير ثمينة. وبنفس الوقت يعني صراحة فاجأتني بأنك أنت درست إشي غير الصحافة، أنا فكرت أنه أنت دارس صحافة بالجامعة، ولكن فاجأتني هلأ بالحديث عن الفيزياء والرياضيات وما إلى ذلك، فما توقعت هذا الموضوع أبدا إيهاب. انا درست صحافه، انا بالمناسبه انا بشتغل في الصحافه من وانا في ثانيه جامعه، يعني اثناء دراستي الفيزياء والرياضيات والكيمياء كمان انا بشتغل صحافه بسبب عشقي يعني الصحافه، وكمان تحديدا يعني شجعني على العمل الصحفي هي التحقيق الصحفي والمغامرات الصحفيه. فانا آه. بشتغل تقريبا من وانا في ثانيه جامعه، ودرست الصحافه كلها كانت عن بعد. بديت من وانا في الجامعه انزل كتب ودراسات واقرا الفروق والاشكال الصحفيه والوانها والفرق ما بين الاشكال الصحفيه المختلفه وطرق البنيان، والحمد لله يعني كنت
كنت محظوظ بان انا قابلت حد في بدايه حياتي كان بيشتغل في مهنه محرر، يعني في مصر كنا بنسميها ديسك، في مصر بيطلق عليه لفظ ديسك يعني. فالتقيت بيه في بدايه مشوار يعني صحفي، انا بحب الكتابه، فكنت بكتب بشكل ادبي بشكل كبير. فقعدت معاه كده في مره يعني، اثار فضولي وهو بيصحح على ورق الدشت، كان طبعا صحفيين زمان بيكتبوا مكتب على ورق ما بيكتبش على الكمبيوتر. فأثار فضولي وهو قاعد بيصحح وماسك القلم الأحمر وعمال يصحح يلغي الجملة يضيف كلمة هنا هناك. فجيت استأذنته وقلت له أنت بتعمل إيه؟ هو كان دكتور في اللغة العربية، حصل على كان في وقتها حصل على ماجستير في اللغة العربية وكان شاعر كمان، ودلوقتي حصل على دكتوراه وفي منصب إداري كبير يعني في مكان مهم، ربنا يدي الصحة والوفاء في حياته. فيعني استأذنته وقلت له أنت بتعمل إيه يعني؟ فقال لي أنا بشتغل كاستوديو يعني، قال لي هتعرف جنب أنا ولا إيه؟ فبدأ يعلمني أو يديني بعض الملاحظات في طبعا من أخطاء الآخرين يعني، الناس اللي بتكتب المشاكل اللي بيواجهوها إيه وخلافه. فهو بدأ يعرفني نوعا ما على الأخطاء الشائعة وإزاي أتلافاها. كانت قاعدة واحدة يعني، بس الحمد يعني خرجت منها بكتير، وبديت بعد التجربة دي وأنا أطور في نفسي بشكل كبير جدا والحمد لله يعني. كنت بواجه طبعا تحديين، التحدي الأولاني إن أنا مش دارس إعلام، فأنت لازم تكوني على نفس مستوى الخريجين والعاملين في المجال، مع حفاظ طبعا على الأخلاقيات والمهنية وخلافه، وفي نفس الوقت التحدي أصلا الصعوبات اللي بتواجهها المهنة في العالم العربي كله كمان مش في مصر بس. فكون قدام تحدي كبير الحمد لله يعني، أعتقد إن أنا عرفت أتخطى جزء كبير منه. لا يعني أعتقد إنه واضح إيهاب إنك تخطيته، والدليل يمكن هو الموضوع اللي قررت إنك تتخصص فيه اللي هو موضوع الهجرة، وبالتالي أسست منصة المهاجر اللي أنا صراحة يعني جدا معجبة بأول شيء موضوعاتها وطرحها والقضايا اللي بتركز عليها. فاحكي لنا أكثر عن المنصة، احكي لنا أكثر عن الفكرة من وين إجت لحتى تبدأ هذا المشروع. اهتمامي بملف قضايا الهجرة واللجوء بدأ تقريبا من 2016، بدأت أتخصص فيه بشكل كبير في 2017، والحمد لله يعني. بالمناسبة كمان كانت أول تحقيق استقصائي أنتجته خرج للنور، كان عن ملف قضايا في متخصص قضايا الهجرة واللجوء، كان متعلق بتحديات والصعوبات اللي بتترتب على الزواج العرفي ما بين السوريات والمصريين. كان في طبعا مصريات كتير، سوريات كتير في مصر جم بعد ثوره، بعد اندلاع الاحداث او الثوره السوريه في 2011، بداوا يتزوجوا بعقود زواج غير موثقه. هم في سوريا بالنسبه لهم في القانون السوري ده اسمه زواج شيخ، ده معترف بيه وعادي جدا في سوريا ان هم بيتجوزوا بشكل عرفي، وبعد حتى ما بيخلفوا اولادهم يروحوا يوثقوا الزواج ده في المحكمه بشكل رسمي. في مصر الوضع مختلف، في مصر القانون بيقول ان ما دام في طرف اجنبي لازم الزواج يتم عن طريق مكتب الشهر العقاري، لازم يتم اشهار الزواج في الشهر العقاري بعد استخراج بعض الاوراق والموافقات من سفاره الطرف الاجنبي. فيعني القانون فيه اختلاف ما بين البلدين، طبعا السوريات ما كانوش مدركين للاختلاف ده، فبدا ينتج ان في بعض الاولاد مثلا بيطلعوا من جوازه مجهول النسب، ما بيتمش تسجيل الاطفال، ما بيتمش تسجيل الاطفال. فكان تحقيق كنت انتجته بالتعاون مع وحده سراج، واخدت عنه جائزه الاتحاد الاوروبي لقضايا الاعلام حول الهجره في المرحله الاولى، وبعدين اخذنا برضو دعم واشراف لانتاج قصه تانية، وكانت قصه برضو تتعلق باللاجئين السوريين وعملت صدى كبير وضجه كبيره جدا في وقتها. فمن خلال تخصصي في الملف ادركت ان في فجوه كبيره جدا في المعلومات او في وسائل الاعلام اللي بتتعامل مع قضايا الهجره واللجوء في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام. في فجوه معلوماتيه كبيره جدا في الجزء ده، ما فيش اي وسيله اعلام او ميديا هاوس بيشتغل عليهم. في فجوه معلوماتيه، في فجوه قانونيه كبيره جدا، في فجوه حتى في التوعيه. يعني تخيلي ان مصر مثلا منظمه الهجره وفقا لاخر احصاء ليها كان 2022 على ما أتذكر، بتقول إن مصر فيها 10 مليون أجنبي تحت لفظ مهاجر. طبعا قطاع كبير جدا منهم هم لاجئين أو طالبين لجوء. فلكن تخيلي إن 10 مليون شخص تقريبا كانوا
نسبة 10% من الشعب المصري أو من الأشخاص اللي عايشين جوه مصر، مفيش ميديا، مفيش وسيلة إعلام بتتكلم عنهم، مفيش وسيلة إعلام بتخاطبهم، مفيش وسيلة إعلام بتقدم لهم المعلومات الأساسية اللي محتاجينها. لو هو عايز يحصل على خدمات التعليم هيروح فين؟ لو عايز يحصل على خدمات الصحة، عايز يتعالج من حاجة معينة، بيواجه مشكلة معينة، بيواجه تهديد أو اضطراب أو تهديد بعينه، هيروح فين؟ مفيش حد يقول له ده. حتى المنظمة مفاوضة شؤون اللاجئين هي المنظمة المعنية بتقديم الخدمات ليهم، مش بتستقبل الناس، اللي بتستقبل الشكاوى والمكالمات عن طريق التليفون، بيشتغل عدد ساعات معين محدد في اليوم، وعدد الموظفين قليلين، فمش عارف يغطي العدد الكبير. مفيش يعني، فبالتالي كان في فجوه كبيره. فالناس الجديده او اللاجئين الجدد او القادمين حديثا بيلجأوا للقدام ويسألوه. فنشأت بشكل كبير في وقتها ما يسمى القادة المجتمعي، اللي هو نوعا ما بيكون مطلع وعنده إدراك وعنده معلومات، بيساعد بيهم القادمين الجدد طبعا، وبيحاولوا يوعيهم ويديهم بعض التفاصيل والتدا وخلافه، لكن العدد غير كافي. فبالتالي كان لازم ان احنا ادركت في وقتها ان انا لازم اطلع وسيله اعلام بتناقش قضاياهم. الفكره كانت عندي تقريبا من 2019، بس طبعا بسبب الجهد الكبير اللي كان مطلوب لطاقه المنصه والشغل والاهتمام بيها وكمان الشق المادي، فاخرت شويه اطلاقها لحد ما اطلع قررت في 2022 اطلعها، وطلعناها مع بدايه 2023 والتزامن مع اندلاع الصراع في السودان ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع او ميليشيا الدعم السريع. وبعدها بفترة قليلة للأسف برضو اندلعت الأحداث في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر والحرب على القطاع وتجدد موجة الهجرة من سواء الفلسطينيين أو السودانيين بشكل كبير. فكان ضروري جدا يعني وجودنا في الوقت ده، والحمد لله عرفنا نعمل تأثير كويس. عندنا بنطلق نشرات، عندنا نشرة أخبار الفرص والوظائف الموجهة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، ان هم اي فرصه تدريب او عمل او شغل متاحه للاجئين احنا بننشرها. النشره دي بتطلع بشكل اسبوعي. عندنا كمان نشره الدعم النفسي برضو بتطلع بشكل اسبوعي، بنقدم فيها مجموعه من النصائح والخطوات اللي ممكن تساعد ضحايا الحروب وضحايا الصراعات المسلحه سواء كبار او صغار او اطفال او حتى نساء، ان هم يواجهوا المشاكل اللي بتنتج منها. بننتج بشكل رئيسي مجموعه كبيره من التحقيقات والتقارير عن الاوضاع سواء جوه مصر او في دول الشرق الاوسط بشكل عام، دول العربيه بشكل عام، وخاصه دول الصراع ليبيا تونس السودان اليمن فلسطين العراق لبنان سوريا كمان. فوق ده كله لو ملاحظة كمان معايا، السنين الأخيرة ازدادت فيها عايزين نقول موجة المعاداة أو موجة العنصرية تجاه اللاجئين، وفي دول وحكومات بتغذي للأسف التوجه ده. فكان لازم برضو إن احنا نشتغل شوية ونظهر ده الأثر الإيجابي لوجود اللاجئين على الدولة، يعني هو وجودهم مش سلبي نوعا ما، لكن كمان في أجزاء إيجابية كتير جدا. في كمان الحاجز الثقافي واللغوي عند بعض اللاجئين وطالبين اللجوء في بعض الدول، فكان لازم في منصة إعلام، منصة متخصصة في القضايا دي تتناقش معاهم وتوجه لهم النصائح والدعم المطلوب، حتى على أساس إن هو يلاقي دعم للحصول على الخدمات الأساسية، خدمات التعليم، خدمات الصحة، خدمات العلاج، خدمات التربوية، خدمات التوعية القانونية. الأشخاص دول بصفتهم أشخاص أجانب موجودين في أي دولة من الدول، إيه الحقوق والواجبات، إيه الحقوق اللي ليهم وإيه الواجبات اللي عليهم كأشخاص من الدولة دي، بحيث إن هم ما يعرضوش نفسهم لمخاطر أو لمشاكل. يعني كان أبسطها مثلا زي أبرز مثال هو الجهل القانوني. ممكن بسبب الجهل القانوني او زي ما ذكرنا في حاله السوريين، هم عندهم ممارسه معينه بتتم في سوريا بشكل طبيعي، لكن هي في مصر مخالفه، فبالتالي بتعرضهم هم على المشاكل على المدى البعيد بسبب الجهل القانوني. فلا، فشفت طبعا وجودنا كان كبير جدا، وبنحاول بشكل كبير ان احنا نسد جزء من العجز ده، باعتبارنا كلنا في الاخر بشر يعني لينا حقوق لازم. طبعا طبعا، ويمكن كمان وطبعا عايز انوه ان احنا الحمد لله المهاجر عمل اتفاقيات
وشراكات مع جهات إعلامية كبيرة جدا. طبعا كان في مقدمتهم شبكة أريج، إحنا في اتفاقية شراكة ما بين أريج وما بين مهاجر، وبننتج محتوى بتعاون ما بيننا وبين بعض حاليا. كمان دخلنا في مركز الدورة العاشرة في مركز التوجيه ودعم المدراء الإعلامية الناشئة، بتعاون مع شباب الصحفيين الدوليين من مركز الدولي للصحفيين، واخذنا تدريب على هامش منطقه اريج العام الماضي، واخذنا برنامج دعم وتوجيهي، اخذنا كتير جدا بصراحه. كمان الحمد لله يعني متوسعين في انتاج قصص وتقارير ومواد، مش في مصر فقط، في دول الشرق الاوسط بشكل عام ودول الصراع بشكل خاص. اخذنا كمان منحه من شباب الصحفيين الدوليين ضمن برنامج مركز التوجيه، وانتجنا 4 قصص كانت فيها طلعنا منها شغل كويس جدا. طلعنا قصه من اليمن اثبتنا ان مخالفه الحوثيين لاتفاقهم مع الامم المتحده واستمرار تجنيد اطفال اللاجئين من الافارقه، في التجنيد الاجباري في الحروب واستغلالهم في الحروب. طلعنا قصه من الاردن عن ازاي تأثير خفض المساعدات المقدمة من فضل شأن اللاجئين للاجئين السوريين في الأردن، وإزاي ده ساعد وساهم في ارتفاع نسب التسرب من المدارس. طلعنا قصة بالسودان، إزاي استخدام قوات الدعم السريع وجيش السودان طرفي الصراع هناك. طبعا أجساد النساء والوصم المجتمعي كجريمة حرب، يعني وثقنا ان في جرائم اغتصاب وجرائم اعتداء على النساء بتتم من طرفي الصراع هناك، كنوع من انواع العقاب المجتمعي او العقاب لطرف او لجهه او لقبيله في ان هم موليين للطرف الاخر. طلعنا قصه من مصر عن حاله ابتزاز كان بيمارسها قياد مجتمعي ضد بعض اللاجئات والسيدات تحديدا، قضايا فساد وابتزاز واستغلال مادي وجنسي، والحمد لله برضو كان لبعض منها أثر، وإن شاء الله برضو في المستقبل في قصص كتير في الطريق، نأمل إن هي تساعد في تحسين الوضع الأفضل الأحسن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إيهاب. ويمكن بحب أختم أسئلتي بهيك قصة سريعة أو هيك ذكرى سريعة خطرت ببالي وأنا عم بحضر لهاي المقابلة. لما أول مرة تعرفت عليك فيها وقت الملتقى بسنة 2021، إذا بتتذكر طبعا، ما بعرف إذا طبعا بتتذكر. طبعا 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 وقتها كان في عنا أمسية بالليل وطلبنا من الحضور إنه كل واحد يحكي عن شغلة كتير عزيزة عليه، وأنا بتذكر وقتها إنك أنت حكيت عن شالك، شال صوف كان بتذكره لونه أسود ورمادي، وحكيت قد هو عزيز عليك ومن وين جبته، ويعني وكل هاي الأمور اللي هي الجوانب التي لا نعرفها عن الأشخاص اللي بنتعرف عليهم خصوصا بنشاطات رسمية أو يعني مهنية. حابين يعني نعرف عنك هذا الجانب أكتر، يعني إيهاب إذا بتحب تحكي لنا عنك أكتر، وبنحب كمان نعرف إنه إيهاب بشو بيحلم، شو هو حلمك أو شو الإشي اللي عن جد أنت نفسك تحققه بالمستقبل؟ اوكي. انا ايهاب زيدان، انا صعيدي من جنوب مصر من محافظه اسيوط تحديدا. زي ما ذكرت في سؤال سابق، ان انا درست العلوم الفيزياء والالكترونيات في كليه العلوم. طبعا حبيت الصحافه من وانا في الجامعه بسبب مغامرات الصحفيه والتحيات الصحفيه، فقررت ان انا اشتغل في مجال الصحافه في ظل شطارتي يعني في الكتابه والادبي والصياغه الادبيه كمان. يعني عايز اقول انا بديت صحافه من وانا في تانيه جامعه، اشتغلت في اماكن مختلفه، اخذت تدريبات في كتير. الحمد لله عرفت اتخطى التحديات والعواقب اللي بتواجهنا وبتواجه الصحافه بشكل عام في المنطقه العربيه كلها مش في مصر فقط. وانتجت كتير من القصص والتحليلات الاستقصائيه اللي فجرت قضايا مهمه جدا، سواء على المدى على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي. يعني فيما يتعلق بالمناسبة، كمان أنا خدت جائزة الاتحاد الأوروبي لقضايا الإعلام حول الهجرة سنة 2019، وده اللي ساعدني بشكل كبير أو شجعني بشكل كبير إن أنا أكمل شغلي على قضايا الهجرة واللجوء وأهمية الفئة المنسية دي والفئة المهمشة دي في كل المجتمعات العربية وفي الشرق الأوسط بشكل عام. عشان كده قررت ان انا اطلق منصه المهاجر، وان شاء الله بحلم ان احنا نكون بمثابه وكاله اعلام متخصصه في تغطيه قضايا الهجره واللجوء في الشرق الاوسط بشكل عام مش في مصر فقط. كمان بحلم ان احنا نكون منصه انتاج
محتوى بصري اخباري تقريري اعلامي ايا كان، بحيث ان احنا نبقى وكاله اعلام لانتاج اي ماده او اي محتوى متعلق بخطر الهجره واللجوء في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام. كمان بستهدف ان احنا ناسس مركز دراسات وابحاث متخصص في قضايا وسياسات الهجره واللجوء، وخاصة فيما يتعلق بالبعد بين الدول والمناطق وبعضها. كمان إن شاء الله يعني بنحلم شوية إن أنا إن شاء الله في القريب العاجل يعني إن احنا ندمج التكنولوجيا في تقديم الخدمات للاجئين. عن تصور معين لكن لسه بطوره الفترة الحالية، لكن طبعا تقف عائق أمامنا هو الدعم المالي والمادي في الشق ده. العالم في شايفين كلنا في موجة صراعات والحروب بتزداد يوم بعد يوم، وللأسف المنطقة معرضة لخطر أكبر الفترة الجاية، واللي يلف في الأفق إن الأزمة هتتصاعد مش هتتراجع للأسف. كمان حتى مش بسبب الحروب والصراعات فقط، لكن كمان بسبب أزمة المناخ. أزمة المناخ مسؤولة بجزء كبير جدا في السنين اللي فاتت عن الهجور والنزوح القسري والهجرة، من سواء داخلية أو خارجية. في ظل كمان عدم اعتراف في اتفاقية اللاجئين أو القانون الدولي باللاجئ البيئي، يعني معترف باللاجئ الهارب من الصراع لكن مش معترف باللاجئ البيئي حتى الآن، فلذلك في تحديات كبيرة جدا. واحنا نهدف إن شاء الله إن احنا نكون جزء من الحل، أو على الأقل تقديم استشارات والتوصيات في الشق ده. يعني إيهاب، أحلام كثيرة، وأنا أكيد إنه يوما ما إن شاء الله ستتحقق. فبحب أشكرك كثير على وقتك وعلى مشاركتنا كل هالتجارب وكل هالنصائح المفيدة أكيد للجميع، ويعني بالتوفيق بكل ما تقوم به من مشاريع ومن تحقيقات، وأيضا بكل أهدافك وأحلامك بالمستقبل. شكرا كثير كثير إيهاب. شكرا سامية، وشكرا لكم المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي. وطبعا احنا منفتحين، لو في اي حد حابب يتواصل معانا، حابب يسأل استفسارات نصائح، اي وسيلة تواصل، طبعا احنا منفتحين مع كل الزملاء من كل العالم. أكيد. شكرا كثير إيهاب، شكرا. شكرا اريج، وليك يا سامي. كان هذا أريج بودكاست.